إن سفينة زيوغ تعبر عن الفرحة الكبيرة، وهكذا تعيش ساكنة زيو هذه الأجواء من زيو سيتي، يوثق بالصوت والصورة من ساحة الشهيد عبد الكريم الرتبي الأجواء التي يعبرون عنها أبناء مدينة زيو. قلت إذن مبروك لنا وهنيئا لنا وهنيئا. إذن قلت بتواجد الشرطة بطبيعة الحال لتنظيم عملية المرور، والكل واقف هنا بهذه الساحة يفرحون ويمرحون ويعبرون عن فرحتهم الكبيرة.